من اسطنبول ينضم إلينا مراسل الحدث زيدان زنجلو. زيدان أهلا بك، تفاصيل إضافية عن هوية الشخص المستهدف ومن معه، وإن رشحت معلومات عن هوية الذين استهدفوا هذا الرجل. الآن كل التفاصيل يعني غامضة، لا توجد معلومات كافية نشرتها السلطات التركية. البيان الرسمي التركي كان مقتضب جدا، حتى لم يشر إلى جنسية الشخص المستهدف، إنما اكتفى بذكر فقط أنه شخص أجنبي. لكن ما ذكره الإعلام التركي وما بدأت الأنباء تتسرب أو التفاصيل التي تسربت إلى الإعلام التركي أكدت أن الشخص المستهدف كان رجل أعمال فلسطيني، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عنها أيضا وسائل إعلام تركية أن الشخص الفلسطيني أو رجل الأعمال الفلسطيني يحمل جواز سفر إسرائيلي. بالتالي يعني تقريبا المعلومة شبه أكيدة أن الشخص المستهدف هو فلسطيني، لكن حتى الآن السلطات الرسمية لم تؤكد هذه المعلومة. أيضا الأشخاص الذين نفذوا هذا الهجوم أو الشخص، حتى الآن غير معلوم هل هو شخص واحد أو مجموعة أشخاص، لكن ما تم العثور عليه هو مسدس كاتم للصوت كان يحمله شخص واحد. أيضا كانت هناك سيارة تنتظر هذا الشخص، وهي سيارة مستأجرة في آخر الشارع الذي وقعت فيه الجريمة. بالتالي هناك يعني ربما مجموعة أشخاص شاركوا في هذه العملية، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن هويتهم. طيب، ماذا عن دوافع الحادثة، وأيضا ماذا عن المعلومات المتداولة بأن هذا الشخص المستهدف هي عملية من قبل الموساد كونه كان يعمل لصالح حماس؟ نعم، حتى هذه اللحظة يعني هذه مصداقية هذه المعلومة أنه كان يعمل أو يساعد حماس يعني لا نستطيع أن نؤكد هذه المعلومة. ذكرها مصدر، لكن بقية المصادر الأخرى لم تشر إلى هذه المعلومة. لكن بعض المصادر حقيقة أو شهادة الحارس الشخصي الذي كان يرافق رجل الأعمال ذكر أن الرجل الأعمال يعمل في مجال العقارات. يبقى هذا احتمال وارد أن يكون فعلا من يساعد حماس، لكن حتى الآن هو احتمال ضعيف وفق ما تؤكده بعض وسائل الإعلام التركية. وما زلنا نتحدث الآن في إطار التكهنات والتسريبات التي ينشرها الإعلام التركي. لا يوجد حتى الآن بيان رسمي تركي يوضح حقيقة ما جرى، من هو فعلا الشخص المستهدف في هذه الحادثة. لكن كما ذكرت هذا مصدر واحد فقط ذكر هذه المعلومة، بقية المصادر لم تشر إليها بأي شكل من الأشكال. سنتابع معك الحيثيات والمعلومات المتعلقة بهذه الحادثة خلال نشراتنا المقبلة. حتى اللحظة شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسل الحدث زيدان زنجلو.